ازاي تلبس الستارز زي لعيبه الدوري الانجليزي؟ اول حاجه هتجيب الشراب والمقص وهتقص الشراب. تاني حاجه انسى الشراب العادي وركز في الشراب السيليكون، بيمسك في فرش الجزمه افضل ومش هيخليك تتزحلق. لو عايز تعرف تجيبه منين كلمني على الخاص، عندي جميع الوانه. بعد كده هتلبس الشنكار بتاعك الجميل، وهتجيب الشراب اللي قصناه وهتلبسه فوق الشراب الابيض. هتلبس الستارز وهتجيب بكره اللزق وتلزق بين الشرابين، ودي كانت النتيجه. ودلوقتي يا بطل انت جاهز للمعركه، لو حابين اكمل في السلسله دي اكتبولي في الكومنت تحت. سلام.